rural, mais des petits eaux, enfin, au Scadin. Ça ne présente pas de danger, sauf que c'est très, très douloureux. Donc uniquement à repos. كنت معنا في الحي وكان غليان من طرف الكثير من المواطنين ونحن نتفهم هذه الوضعية. الحادثة وقعت من طرف مقاولة التي تم اختيارها من طرف البلدية لإنجاز قنوات صرف المياه. أنا ما قدرتش نعطي تفاصيل أكثر، ولكن نأكد أنه تحقيق معمق سوف يفتح، وأمرنا المصالح الأمنية لفتح تحقيق معمق عن هذه الحادثة و situer toutes les responsabilités. Toutes les responsabilités seront situées. باش الناس تتعلم مستقبلا وباش تخدم وفقا للمخططات وباش تخدم في اطار التنسيق الى اخره. استمعت الى المواطنين ويقولوا ان المقاول كان يخدم وحده، ان صنع الغاز ما كانش، ان كذا وكذا وكذا. التحقيق المعمق سوف يحدد كل مسؤوليه في هذا الامر، وطبعا العداله سوف تاخذ مجراها.